عملته كده في الفقرة. تعمل استريكشن لزيادة. ما تعمل ايه اللي هو مصلحة الطول. تمام؟ تقفله بالعرض. خلاص كده؟ ادي ايه؟ لونجيتيودنال. طب هو ترانسفير كده. تعمل ايه؟ اسأل نفسك هو اقل من 50% من السيركمفرنس ولا اكثر من 50% من السيركمفرنس؟ نفس السكيما بتاعت الارتيريال ايش بالظبط. خلاص؟ اقل من 50% يعني ما تروحش حته صغيره، تعالى اعمل ايه؟ ريفير عادي. طب اكثر من 50% كده هتعمل ايه؟ مفيش ريسكشن انا سموزس في الديودرم. اتمنى ان ما تكتبوش كلمه زي دي في الامتحان. مفيش حاجه اسمها ريسكشن انا سموزس في الديودرم. نيتك انت بتحولها كومبليت خلاص وتقفل دي خالص وتعالى حط شيش نومينال. يعني بعمل ديودنو جوجنوستوم زي في جنس جوجنوستومي هعمل ايه؟ ديودنو جوجنوستوم خلاص. طب لو هو كومبليت يا دكتور هو كومبليت تعمل ايه؟ اسال نفسك في جاب ولا مفيش جاب؟ في جاب ولا وذ نو جاب؟ مفيش جاب والاثنين قريبين من بعض وصلهم ببعض خلاص. طب في جاب بعاد عن بعض يعني في سيجمنت غلط هتعمل ايه؟ هتقفل الديستال الطب تقوم حاطط ايه؟ برضه جيجوس يدري جيجوس لما يكون مفصول من بعضه ومفيش جاب هي فكره خلاص. ممكن اعمل هند تو هند بس انا بخاف من الايه؟ من الاسبكشن بتاع السوشيال لايف. يفضل في الديودر انا بعمل ديودر الجنوس عشان الباسكوات كمان بتاعت الشجر احسن. بقول لك ايه الكومو؟ انا ممكن اعمل ديودر ديونوس اسمها ديودر ديونوس خلاص كده. بس مش حاجه اسمها ريسكشن انا استموس في الديودر. مش حاجه اسمها شيفت سيجمنت واوسط. قلت ان هي شيفت سيجمنت مش هعرف اوسط لان مفيش نفس في الديودر اصلا. ازاي؟ يعني كلمة ديتكشن انا سموث ما تقابلش في ديودرم خالص. ما تقابلش في ديودرم. خلاص؟ طيب ده لو هو ايه؟ لو هو ديودرم يبقى لو فيه هيماتوما ولو فيه انشيا بارشل وكومبليت. طب انزل تحت شوية. تمام؟ سمول انتستن او وايد كولو تعمل ايه؟ سمول انتستن او وايد كولو تعمل ايه؟ والله انت ممكن تعمل ريبير او تعمل ريسكشن انستموزس. امتى تعمل ريسكشن انستموزس؟ لو سمول انتستن او وايد كولو لو ان العين جاي لك بمالتيبل انجري يعني مثلا اهو في سيجمنت اه والله لو هو انجري واحد خلاص فهم مالتيبل انجري خلاص تشيل السيجمنت دي كلها على بعضها خلاص او اتحرق ريستريشن كونفيوز ان الديستن اتهرس او جانجلنس يعني انت قطعت البلاد سبلاي الانجن جت قطعتها في البلاد سبلاي بتاع الديستن ده هتضطر انك تعمل ايه؟ ديسكشن اند سموث. خد بالك لايت كولون تقدر تعمل فيه ديسكشن اند سموث. هو مش متحضر هو انا مش متحضر ولا هو جاي متحضر قبل الحادثه اقول لك انا هعمل حادثه النهارده هقعد اتحضر انا مش متحضر لكن الكولون لما جيت قلت لكم في اللايت سايد ما بيخش من حاجه خلاص كده بعمل على طول ديسكشن اند سموث. عشان كده قلت ايه؟ سمول انتستن اند رايت سايد بول لان الاثنين ممكن تعمل دايركت انفكشن اند سموث. امال المشكله كلها فين؟ في الليست سايد بقى خلاص. الليست سايد العيان ده هيخرج بكولوستومي هيخرج بكولوستومي اعرف كده. العيان بتاع الليست بول اتعور سواء بقى كولون او ريكتر او سيجمويد العيان ده هيخرج بكولوستومي لازم. طيب تعملها ازاي؟ اهو سيادتك لو انت ادي الكولون اهو لو انت اتعور من هنا مثلا خلاص تعمل ايه؟ الصح الصح يعني مكان الانجري ده اهو تاخده تطلعه في كولوستوم. مكان الانجري تجيب الكولوم كده اهو الحته ده اهي وتطلعه بقى اد كولوستوم خلاص. ولكن تعال مثلا لو الانجري في ريكتر مثلا ما تنفعش تطلع الريكتر كله ككولوستوم لانه تحت يعني مش هتعرف تعمل الموبيلايزيشن. تعمل ايه؟ تقفله وتعالى تحت اعمل ايه؟ تبص من الكولوستوم. ها؟ كلام واضح؟ لو انا ما عرفتش تاني انا لو في عندي انجري في اللبس طرف الصح ان انا باخد الانجري اهو اطلعه على بره كفلوس بس كده وبقفلها بعدين انا عندي اتحضر تمام؟ طيب لو انت مش عارف تطلع الكولو يعني مش عارف تعمل موبيلايزيشن للكولو بلاش. لو الانجري عندك كيف في البيلد في الريكتم مثلا هل الريكتم ده هتطلع تطلعه في الكولوس كمان؟ استحاله طبعا. خلاص قوم جاي اعمل ايه؟ قوم جاي قافل قوم جاي اعمل ايه؟ بروكسيمال كولوس خلاص؟ طيب لو انت اضطريت انك تعمل ريتكشن انستموزس كانجلوس تنفع تعمل انستموزس؟ ها؟ تقدر تعمل ريتكشن عملت ريتكشن للجزء ده تنفع تعمل انستموزس؟ لا ارجع للكانسر كله اقفل الديستال الطم وطلع ديت ايه؟ ها؟ از هارتمان لكن هارتمان او بطلع الاثنين مع بعض ها؟ بول ميكوليكس او دي بي. ايه الكلام بتاع الكانسر كله؟ هي تو ستيتش اوبريشن
it goes age innovation. خلاص كده يا جماعة؟ طيب ده ليه؟ ده لسه سلايد وسابقوني. طب تعالى على الميثل. لو الميثل دي هو اللي اتعور. الميثل دي والسيستم هو اللي اتعور بتعمل ايه؟ انت عندك ادي لوب اهو. الميثل دي سواء من السيستم او الكل. خلي بالك البلاستا بايوكس في الميثل دي ماشي ازاي؟ ماشي كده. ماشي كده خلاص ماشي كده طيب على حسب الانجري في الميثل هو بالطول ولا بالعرض؟ لو هو بالعرض كده تمام يبقى اكيد البلاط بتتقطعت يبقى غصب عنك لازم تعمل ريسكشن للجزء اللي قصاد الانجن. طب لو هو جاي بالطول حتى لو قطع بلاط بيت الواحد مش مهم هظبط خلاص مش هعمل ريسكشن انا سموز واعمل ريبيل للايه للتيم. يبقى خد بالك الميدل لو اتعور على حسب هو اتعور بالطول ولا بالعرض. خلاص كده لو هو متعور بالطول لو هو متعور بالطول انا هعمل البيت لو هو متعور بالعرض انا هعمل ايه الديكشن انا سنون ده البيزنس لو هو ايه اللي اتعور لو ان الجول برادر او البيير سيستم هو اللي باظ تعمل ايه الجول برادر اتعورت كل سيستم على طول خلاص طب البيير سيستم كوم بال ده اتعور تعمل ايه اي تيوب يا دكتور اي تيوب يعني ايه؟ يعني اياك تفل الكومن بايل ده، يعني ايه اتعورت اهي؟ روح حاطط سيادتك في سي تيوب وضحك. خلاص كده؟ مفيش حاجه اسمها تعمل لي ريبير للكومن بايل ده، فاكرين الكلمه قلت لكم لو الكومن بايل ده اتفتحت ها؟ هيبقى في قيمه على طول. عشان كده ما ينفعش تقفل، لازم تحط سي تيوب وضحك. خلاص كده؟ ده الريبير السيستم اتعور. لو الدايفرام هو اللي اتعور. لو الدايفرام اتعور، تعمل ايه في الدايفرام؟ على حد سمول تير يقول لك تقفله. اقفله بنان ابسوربر صوت يا جماعه نان ابسوربر سوكشن لازم نان ابسوربر طب لو هو لارج كير الدايفرام مفتوح تعمل ايه؟ تحط شبكه مش تحط شبكه وتقطع الدايفرام ايوه بعمل الفيزو مش زيها زي الجاليا ما هي زي السجمنتك هرني علاجها زي اي هرني على فكره بحط شبكه في قلب الدايفرام خلاص كده من تحت وخيرا خلاص ده لو ايه؟ لو الدايفرام اتعور يبقى انا خدت كل اوجن ها ولو اتعور ايه اللي يحصل؟ طبعا السؤال ده لو جالك في الامتحان للاسف بيجي اجباري للاسف ده ليه؟ ده البلاط ده سؤال طويل جدا 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 عشان يبقى معلمه صح الحلقه الجايه ان شاء الله نخلص الموضوع كلها السنين الليفر الكدني اليورين البلاط بالمناسبه الكلام اللي انا قلته النهارده يتقرا لان الحصه فيها هو الاتش بي فوق اتش بي فوق اتش بي فوق هتلاقيني الانجا ما يقولش مني خمس دقائق يوم الخميس عندنا امتحان على الغد الساعه 8 و8 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 و